أنا فين؟ أنا مش شايف حاجة. الحمد لله على السلامة يا أستاذ نبيل. مين هنا؟ كده أنا شفتك يعني؟ أنتوا مكتفيني ليه كده؟ اهدى، أنا أمل، دكتورة العظام والعلاج الطبيعي. طيب في حد يعني بيتكلم هنا؟ أنا الدكتورة أمل. طيب أقول لك يا دكتورة لو سمحتي، بس سؤال، هو صباعي ده اتكسر؟ أيوه. لا، ليه كده بس؟ اشمعنى ده اللي اتكسر؟ وده هيفرق معاك في إيه؟ بحاسبن بيه. بحاسبن بالتاني. ده اللي بشاور بيه. استاذ نبيل، الحمد لله على السلامه. ده ماده ولا ايه؟ الف حمد لله على سلامتك يا استاذ نبيل. ايه يا جماعه، في ايه؟ مين بينادي بير السلم ده؟ انا الدكتور ابراهيم، رئيس قسم العظام. تقوم تخضني كده؟ انت ايه اللي عمل فيك كده؟ عمل فيا؟ هو انا جرالي حاجه؟ لا ابدا، دي بس شويه شروخ على شويه كسور على بعض الكدمات، وكان في ارتجاج بسيط في المخ، وكان في شويه غرز كده خدناهم في سكتنا. تعالى كده، انا محتاج واحد غيري. لا واحد غيرك ولا حاجه، انت كلها شهر وتقوم لنا بالسلامه ان شاء الله، وبعدين دكتوره امل هي المسؤوله عن حالتك هنا لحد ما تخرج بالسلام ان شاء الله. شيك قوي تسريحه شعرك النهارده. شيك فعلا. ده بيسمع. اتفضل يا استاذ نبيل. يا نايا. استاذ نبيل. ايوه ايش؟ طيب. انما انت من ساعه ما دخلت المستشفى ما حدش جه سال عنك غير السكرتيره بتاعتك. انت ايه، مقطوع من شجره؟ لا، انا واقع من على الشجره. عندي اخت وحيده متجوزه ومهاجره كندا من 5 سنين، وابويا وامي بقى مهاجرين من الدنيا خالص. طب ايش؟ ماشي. فين الشاليمو؟ اتفضل. ايه الصوت ده؟
ده العصير خلص. طب ما يقول انه خلص من سكات، لازم يعني حسسني بعجزي. بقول لك ايه يا دكتوره امل؟ انا تعبان قوي دلوقتي، انا عايز اعرف يعني لما اجي انام يعني هنام ازاي في وضع الدعاء اللي انا عامله ده؟ هتتعود، انما انت ايه اللي دغدغك قوي كده؟ فاضيه شهر احكي لك؟ انا ما اعيش غيرك، احكي. اخ يا نهار. بقول لك ايه؟ قبل ما احكي ما تهدي النور. نور المسرح كله بقى، عايز اشوف المسرح كله منور. دقيقة مساء الخير. انا بلبل. انا اللي عامل شغل الديكور واللايتنج بتاع المسرح، شغل فظيع ده. انت بتاع اللومد يعني؟ لومد؟ مو انا كنت عايز اقول لك اني اسفك على الزماره دي، تحفه. زماره؟ طالما دي لومد تبقى دي زماره على طول. دي اسمها هارمونيكا. اسمها حلو. وانت بقى اللي مسميها ولا باباها اللي مسميها؟ على فكرة أنا مش بعاكس، ها؟ يعني فاكرة إن أنا بعاكس أو حاجة والجو السيس ده. أنا بس عايز أقول لك كلمتين مش أكتر. ممكن نقول كلمة منهم هنا، أوكي؟ والتانية نروح نقولها في أي كافيه، عشان كلمة طويلة وحروفها كتير فهتاخد وقت يعني، ده عشانك يعني. لا الحقيقة مش هينفع. خلاص نعكس، ممكن نعكس، نخلي الكلمة اللي هي طويلة هنا دلوقتي والصغيرة دي نروح نقولها في الكافيه، أهو تروحي بدري. أنت عايز إيه؟ نتعرف. نتعرف. هو انت بتقعد نتعرف؟ لا انا من نتعرف نفسها. بقول لك ايه؟ ها فكك بقى من الجو ده عشان انا ماليش فيه. ماشي يا حماده؟ فكك حماده مين؟ اوبا نسيت حماده. تطلع سنة ماما. انسى ياسمين العلبة دي عشان حضرتك. شكرا. ياسمين ياسمين ياسمين. الو 1 2 3. انا بلبل. تصدق انك لطخ؟ تصدق انك لطخ؟ ايه زعلت من تصدق ولا من لطخ؟ تصدق طبعا. ازاي يعني بنت بشورت زي كده تقول الالفاظ دي؟ تصدق؟ حقيقي مش مصدق. انتي نسيتي موبايلك وهو معايا دلوقتي. هاي انا خفت لا يتسرق فاخدته، بس يا ريتني سبته يتسرق. في ايه يا ياسمين؟ تعالي صور، لو شافها هتبقى مصيبه. في ايه؟ ايه المايو الاحمر ده؟ ايه اللي في ظهري دي؟ حسنه دي ولا وحمه ولا ايه؟ ما تحاوليش تقفليه، انا كسرت الزرار بتاعه ومعايا. صور الجونه، شهر اسود. الصور دي بقى لو نزلت على النت او على الفيسبوك حماده هيتهنى. بلبل. يا بلبل افندي. لو سمحت بعد اذن حضرتك، لو عندك وقت ممكن تبعت لي الموبايل دلوقتي حالا؟ لا 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 لا، بقول لك ايه وانا فضيلك، استنيني بقى لما برجع. عايزه الموبايل بتاعي. اهدي شوي اهدي شوي حضرتك يا استاذ بلبل. انا بقالي 4 ساعات واقفه على رجلي لما اتكسحت خلاص. طب ما انا بقالي 4 ساعات قاعد زيك بالظبط وما اشتكتش. اهدي اهدي بس لما اخلص لف. لف؟ انت اصلا مش خايف من المصيبه السوداء اللي بتعملها دي؟ لا انت فاهمه ايه، ده تبغ عادي، بس انا بحب السجاير ملفوفه، اصل انا بحب اللف جدا. واضح جدا ان انت بتحب اللف. لا ومحترف كمان. ايه ده؟ حد شاف الصور اللي على الموبايل؟ لا لا طمني خالص، انا بس وست اصحابي لما خرجت رحت المشوار ده شافوها. وسعيد وخالد هنا من العمال برضو شافوها، بس كان عندهم شويه تعليقات كده عليها.
هما يقولوا لك عليها احسن. يا سعيد الله يخليك يا خالد، ابوس ايدك. استني بس والله، ابوس ايدك. ملك سعيد وخالد ده راي امه فيه. معلش ده قالوا على البتاع المشروح اللي بنينا دي كانت. ابوس ايدك، ابوس ايدك. خلاص طب خلاص خلاص، هات الموبايل. حاضر حاضر. ليه بس بص كده ايه، هات الموبايل. حفله بكره، اهدي شويه. البتاع ده عايز وش يا جماعه من اول وجديد خالص. انت قلتي ايه بتعزفي على ايه؟ زمارة. لا هارمونيك. اللي تشوفه حضرتك. طب بقولك ايه، عدي لي بقى اللمض اللي على البار ده. اللمض ها؟ القسط رزق دخل في رجله مسمار. لا يا شيخ والله. طب قولي له اتنين. روحي روحي روحي. نعم. طب احنا بنضحك انا وهي، يعني انت بتضحكي ليه يعني؟ انا حياتي بقى كده طول الوقت طول الوقت، بنات وضحك وفرفشه ومش عارف اعمل ايه. ولما حضرتك حياتك كلها بنات وموزس كده، عايز مني انا بقى ايه؟ مكتوب هنا. طيب وانا اقول لك انا عايز منك ايه؟ اديني الموبايل. اوف هنا بس، اوف هنا. هقول لك بالظبط ايه اللي حصل لي لما شفتك. نور فوق. هو ده بقى بالظبط اللي حصل لي لما شفتك. اتضايقت جدا. مش بالظبط كده يعني، بس انا الحقيقه بقى ايه؟ ما خبيتش عينيا زيك كده. انا قعدت ابص عليك. بص يا ياسمين، انا انا هقول لك انا عايز منك ايه. انا لما كلمتك هنا كنت فاكره ان انا بعكسك. بصي انا انسان محدد جدا، وبحسبها بالسنتي وبالملي ومهندس بقى. انا بدور على سوبر وومن، ها، تكون لطيفه وشخصيتها ظريفه وموهوبه وفرفوشه كده زيك وفكك وحماده والحاجات دي كلها. فهمتي بقى انا عايز ايه؟ طب ولما انت عايز سوبر وومن لازم تكون انت سوبر وومن الاول. لا ده انت ما شفتنيش بقى بالطقم الازرق والفوطه الحمراء ورا ظهري. سوبرمان سوبرمان يعني. ايه فرق فرق فرق؟ فين فين فين؟ في سوبرمان بيخاف من فرق. لا 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 مش خايف ولا حاجه، ده انا كنت حطير. وابتدت علاقتي باسمي. كان كل اللي فاضل اني اتاكد ان ياسمين تستاهل 100% فعلا. عم ايوب. عم ايوب. ايه ازيك عم ايوب؟ ازيك يا باشا؟ بقول لك ايه، قول. عندك كتاب عن الهارمونيكا؟ عندي بس مش موجود دلوقتي. ما تشوفولي هنا ولا هنا يا عم ايوب عشان خاطري. اشوفولك فين؟ في اي رف من الرفوف دي انت؟ لا لا لا. ايه الرخامه دي يا عم ايوب؟ الله انا ما يعني ما ارجوك. بقولك مش فاضي يا عم ايوب. انت بتعمل حاجه؟ ما انت قاعد اهو ما بتعملش اي حاجه. طب مالك ومالي بقى، اعمل ولا ما اعملش؟ يا عم ايوب ده انا زبونك يا عم ايوب، كل شويه بجيلك. معلش لما تجيلي المره الجايه بقى اطلع لك الكتاب. طب قول لي بس هو في انهي رف وانا هجيبه. ها ما تكلموه انتوا بقى. كنت بكلم مين يا عم ايوب؟ مفيش غير انا وانت في المكتب. كنت مجننتك والله. ايوه اوعى. ايوه هي دي. شكرا. الله خد تعال. ايه حق الكتاب؟ هي دي اللي انت فاكرها قوي؟ اه طبعا. بكام؟ انا منكش ان اهتمامك باللي بتحبه ياسمين حاجه فعلا حلوه. انما انت مين اصلا عشان تقيم الناس كده؟ ها اي 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 ايه ده يا امل؟ الله كده اسناني هتبيض زياده، انا بحبها كده اوف وايت. بعدين حرام عليك، ده هم اللي فاضلين لي يا شيخ. انا امل اصله كل جوه الدروس بقى، الدروس كل اللي انا عايزها واحده يعني تملى عيني. تمام اتمضمض. اوكي تف. لا انا بحب اشرب ميه غسيل السنان. واحده واحده كل لما اشوفها اقول الحمد لله. ايه ده؟ مفيش، بس ببوس ايدي وش وظهر بس مش عارف دلوقتي. عارفه يا امل لازم اللي هتجوزها دي ها يكون فيها كل المواصفات والمعايير اللي انا عايزها. معايير ايه؟ اهم معيار في الجواز هو الحب. ممكن
غلطانه يا امل. عارفه ليه؟ اهم حاجه الصفات يا امل. افرضي ان انت اتجوزتي واحد مثلا يعني حبيتيه جدا وصفاته طلعت وحشه، الحب بقى هيغير لك صفات الوحشه يا امل. طبعا يا بلبل، تفيت على الترابيزه ولحوزت نفسك وانا عماله انضف وراك. حتى الجبس لحوزته وبهدلت الدنيا. حرام عليك يا بلبل، والله العظيم تعبتني. مريض اعمل ايه؟ بقول لك ايه؟ حسيت ايه بقى مع ياسمين؟ ياه. عارفه يا امل، عارفه حسيت كده الجو بتاع قلبي مرفرف وروحي كده مبسوطه وان دمي كده فار؟ لا لا لا، ما فارش ولا حاجه، مش للدرجه دي. لا، في فار اللي هو الحيوان ده دخل جوه الجبس. ليه؟ بديني جبس على المنور ولا جايز تكوني سيدي باب الجبس مفتوح؟ بس خليني اكمل لك. بس المهم يعني ايه، حسيت ان دمي كده. قلت لك فار. لا، فار اللي بيضربه بمقشة. ايوه. لا، انت بتتحرك يا امل. لا طب ما تتحركش انت يا بلبل عشان ما تهيفروش. لا يا شيخه، انا هو يتحرك ولا ما اتحركش؟ معلش ايه الظلم ده؟ لا 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 لا، ممكن نسقط له سم فرن. لا يا شيخه، طب ما تخليه يقعد تحصل. لا لا، انت بتتحرك يا امل. لا يا بلبل، طب ردي بسرعه ليكون هو. لا 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 يوم كتو ناسي وانا لعب عنده. اخيرا لقيت حجز الخطوبه في الفندق يوم الخميس 4/5 علشان ترتاحي من زن يا ست. طب كويس. بقولك ايه يا سامي، تفتكر انت فيك المعايير اللي بتمناها؟ معايير؟ ايوه، معايير يعني لازم اتاكد اذا كانت موجوده فيك ولا لا. مش فاهم. يعني انت مثلا عارف اني بحب رقص الطنج، عمرك فكرت تيجي معايا دروس الرقص او حتى تشترك تبع عن التانجو عشان تشاركني هواياتي؟ رقص ايه يا امل؟ انا راجل مهندس، ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ ايه ده؟ اول مره اكتشف فيك انك عصبي. انت بتقولي كلام يعصب ويحرق الدم؟ رقص ايه بس؟ كان هيفرق قوي لو كنت تحاول تجرب، مش بس تتعصب كده وخلاص. وهي دي بقى المعايير؟ الرقص؟ ايه ده؟ انت بتترجع كده من امبارح؟ ليه يعني؟ وانا عبيط؟ ريحت الصبح نص ساعة. اخبار الفار ايه؟ انا مش فاهم ازاي في فران في مستشفى. ايه ده؟ يا حرام، الممرضة نسيت تحط اكل في المصيادة. معقول يا امل كده يا امل؟ يقول علينا ايه يعني دلوقتي؟ بخلة؟ ايه الكلام ده؟ طب يلا عشان هنفك الشاش عن وشك. تفتكر هيطلع دكر ولا نتاية؟ وشي؟ الفار؟ لا انا نتاية، انا حاسس انها نتاية. اوبا! لا، ده بينه ذكر يا امل، ما تشوف لنا نتايه ندخلها له جوه ونخلص بدل القلق ده. قول لي يا بلبل، هي معايير الجواز بتختلف من الراجل للست؟ طبعا، الراجل والست يا امل كائنين مختلفين تماما عن بعض. عارفه زي كده مثلا القرد والنسناسه. الست نسناسه؟ يعني وانا قلت على الراجل فراوله، ما انا قلت قرد برضه. طب ايه المعايير المناسبه بالنسبه للست؟ والله لا، دي انا ما اقدرش افتيكي فيها. انا ممكن اقول لك ايه المعايير المناسبه بالنسبه للقرد، انما بالنسبه للست ممكن تسالي اي نسناسه. ايه ده؟ ده انا بقيت جريندايزر خالص. انت مين؟ انا امل. النسناسه؟ لا، الدكتور. يا ده انت مش شبهها خالص. هي مين دي اللي انا مش شبهها؟ ما تخافش، انت مش شبهك. يعني اصل ما تزعليش مني، يعني ده انا كنت متخيل صوره. يا ريتني ما فتحت. معلش استحمل. انا ايه اللي كبرني استحمل؟ طب ما ترجعي الشاشه تاني زي ما كان. بس يعني لو هترجعي الشاش ممكن تسيبي عينيا من غير ما تغطيها. طب ممكن اسالك سؤال بمناسبه انك فتحت؟ استغلال كده من اولها. اسالي. ماشي يا عم. ايه اللي عجبك في ياسمين وايه اللي عجب ياسمين فيك؟ حاجات كتير، زي مثلا الشجاعه. عارف بقى الوقت ده اكتر رياضه بتدي ثقه في النفس. انا مش مصدق ان انا هبقى طاير في الهوا كده زي الدبانه.
انت عارف ان انا ما بقدرش اعدي ويك اند غير لما اروح من هنا. ماشي ده خالص. هاي كويك. لا لا انا هطلع لوحدي خليك. اوبا يا عم قلت لك. انا قلت لك برضه ايدك انت ما سمعتنيش. اقولها بصوت واطي. يلا بقول لك هوب هوب انت انا مش هوب انا بقول لك يلا نط يا عم مش هوب شغل الهوب بتاعكوا ده انتوا كلكم هوب اوعى انا مش بهزر يلا نط مش هوب عشان خاطر مش هوب مش هوب انا يلا بقول لك يلا ايدك دي هوب انت روح هوب انت مش هوب النبي بقى مش عايز هوب النبي النبي مش هوب تحفة تحفة ايه ده؟ ايه الاحساس ده يا ياسمين؟ مش مصدق كنت طاير في الهواء ونازل بسرعة جدا والبيوت صغيرة قوي بس غمضت عيني في حتة كان نفسي اشوفها. ياه ايه اللي قلعك كده؟ اتحريت وانا نازل فقلعت. كل ويك اند كل ويك اند تجيبيني معاكي والنبي والنبي ها؟ ماشي اوعي تنسي والنبي ماشي والنبي. ايه اللي في ايدك ده؟ ده الباراشوت. الله طب والباراشوت تعمل ليه مش كده؟ عشان الباراشوت بتاعك ما فتحش. اول مره في حياتي اشوف واحد ينط من الارتفاع ده والباراشوت بتاعه ما يفتحش. ايه ده فتحش؟ استنى صدقني ما حسيتش خالص. سبحان الله زي ما قلت لك والنبي 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 والنبي. حاضر حاضر والنبي ايه بقى؟ النبي ما تيجي هنا ما تقوليش خالص انت مجنونه. فين بقى الشجاعه في اللي انت عملته ده؟ لا كان قصدي شجاعتها هي. شجاعتي انا في ان انا قاومت كل الضغوط وما رضيتش انط. امال فين نضارتي؟ عارفه لو كان هيفرق مع ياسمين ان انا انط انا كنت نطير. بس انا عارف ان هي مش في دماغها يعني انا ازاي مش ده يا ريتني ما لبستها. انا علشان خاطر ياسمين عملت حاجات كتير جدا ما كنتش حابب ان انا اعملها. زي ايه؟ زي ايه؟ امال فين موبايلي صحيح؟ زي حاجات كتير بس اللي يفتكر بقى حاجات تملى كنت سجايري 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 موبايل مقفول لفلنا سجارة بقى. قلت لك انا ماليش لا في اللف ولا الدوران. يا امل تعمليش فيها بلطو بقى هو في حد ما بعرفش يلف برضو؟ والله ما بعرف. خلاص وانا كمان بقى ما بعرفش اكمل. هتلاقي البفر على اليمين والفلاتر على الشمال. تك يا سلام سمع الصوت وحلاوته. طيب كمل وانا بلف. اوكي بما انك مبتدئه بقى هاتي طبق وتعالي اقعدي جنبي وانا اقول لك ما كنتش حابب ايه في ياسمين. عيال مساء الخير. مساء الخير. هلو ازيك؟ هاي 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 هيبس موبا ازيك؟ صحابي جدا بولبا جدا. هما اصحابك دول ايه؟ مالهمش اسم برايفت نمبر ولا ايه؟ انت ايه؟ بتحب تشغلنا؟ انا لا بالعكس مين قالك؟ انا بحب اللمه جدا. تبقى فيها دردشه وناس كده بنقعد نخش في مواضيع ونطلع مواضيع ونفتح في مواضيع ونتكلم كلنا في نفس واحد وما نبقاش سامعين بعض فنضطر نعلي صوتنا فيجي لنا صداع. انا شخصيا بحب الصداع خصوصا لو نصفي. مساء الخير يا فندم. لبس النور. تحب تاكل ايه يا فندم؟ انا اتاخرت كده ليه؟ انت ايه كنت بتعزي؟ ده انا جعان جدا. شوف بقى ناكل ايه؟ ناكل سوشي وش. جرب. لو سمحت هات لنا 2 اوردر سوشي اعمل لنا سيلكشن. طب استنى بس خد يا عم كنت بتعزي انت. يا ستي انا ماليش في السوشي ده. لا ان السوشي هنا حماده هيعجبك قوي. حماده مين وانا هقدمه في مدرسه؟ بقول لك ماليش فيه. ماشي طالما انت اللي طلبتيه يبقى حماده. ايه ده يا بلبل؟ ايه؟ تاكلك حساسيه من السوشي؟ حساسيه في السوشي؟ فين؟ في وشك. ايه؟ في وشي انا؟ لا يا شيخ. ايه ده؟
ياسمين ده وقعدت تقولي حماده حماده اهو حماده لعب في وشي اهو. ها ها بس عارف اجمل حاجه انك تجرب مع اللي بتحبه الحاجه اللي هو بيحبها. ايوه مع ان السوشي ده جاب لي تسلخات. معلش بس كفايه انك حاولت عشان خاطرها مش قلت لا وخلاص. طب بقول لك ايه؟ ما تجيبي نص رغيف ها حط لنا فيه شويه تبخ على فلترين ثلاثة كده على ورقتين بفره هاكل سندوتش سجاير. حسبي الله ونعم الوكيل. يا ياسمين تاخرت كده ليه؟ ده لسه هيبهدلك. ازيك يا رزق؟ ازي حضرتك؟ بصي بقى يا ام جديل بس انا غرقان في شبر ميه دلوقتي. انا عايزك تحددي لي بالظبط لون من الالوان دي يمشي هنا مع الجو العام. عارف اللون الاوف وايت؟ ايوه النسكافيه. بس يا انا مش عارف غيرك علي بيبي. ادهن لون النسكافيه ده يا رزق. ايه لون النسكافيه ده؟ يعني لونه ايه يعني؟ مش عارف هي اللي قالت. يا بني ادم هو اللون في ايدك ده اللي انت بتشربه اسمه نسكافه. انا ما هقولك بعتذر لك. ادهن لون نسكافه. الله بص اللون بقى جامد ازاي. حلو يا رزق. تصدق حلو؟ انا ما كنتش متخيل هو يطلع بالروعه دي يا باشمهندس. حلو لون النسكافه ده. بس انت ليه بتاخد لبن كتير كده؟ ازيك يا ياسمين؟ انا هاي انا. ازيك عامله ايه؟ الحمد لله. قول خلصت رسومات المعرض؟ خلصتها كلها. بس بصراحه يا رانيا انا جيت في الاخر ووقفت. ليه؟ يعني قلت امشي رجلي شويه. حبيبتي اطلعي على المكتب خليهم يعملوا لك منها برنت اوت. طيب مش عايز مني حاجه؟ لا خلاص مشيت. يلا باي باي. تشربي شاي؟ لا ماليش فيه. اشرب نسكافيه. اعمل لك ولا نلحس من على الحيطه؟ لذيذه قوي رانيا دي على فكره وشيك حاجه تشرب يعني. هو انت ما بتغيريش يا ياسمين؟ انا غير؟ ليه؟ طب ما هي قدامك من زمان. لو كنت عاوزها كنت اتجوزتها. يا سلام. ده انت ما عندكيش فكره. اصلا الغيره دي بتخنقني. احسن حاجه فيكي انك ما بتغيريش على فكره. بابا عايز يقابلك. لا والله. أقابل أمه. أقابل حضرته يعني. ماشي هحدد له معاد. أوكي. هي عايز يخطبك؟ قول لي يا بولبي. أيوه يا عم. أنا عايز أسألك سؤال مهم جدا. اتفضل. أنت اصطدت قبل كده؟ والله يا جلال بيه إحنا عندنا شاليه صغير كده في الإسماعيلية لما بروح بصطاد. جار؟ لا بوص. خوص! بقول له جر يقول لي خوص. خوص ايه؟ لا يا عمي لا. استنى يا ابني لما اخلص ضحك. خوص. خلصت؟ خلاص. بوص. انت كل ده كنت بتضحك غلط. ما انا فاهم. خوص. برضو؟ اتفضل يا بوص. امشي. ايوه اركن على ايدك اليمين اهو كده. تعالى اتفضل. ما شاء الله. اهلا بلبل. اهلا ما شاء الله يا عمي. ما شاء الله حلوه قوي الفلوكه دي. على فكره انا بحب الصيد مش السمك. عشان كده انا اتجوزت 3 مرات. طبعا ما تقوليش انك بتحب الصيد زيي. طبعا. امال انا اصطدت ياسمين ازاي؟ طب بعيد. احنا ايه مش هنتحرك بقى ولا هي دي خروج هنفضل قاعدين كده؟ عليهم كده. امال فين ابوك؟ تحت. بس ايه رايك في بابا؟ والله لذيذ بس عارفه اوفر شويه. اوفر يعني ايه؟ بس بقول له مش عارف ايه. قال لي استنى لما بطل ضحك وانا بخبط عليه وباخد دوش. لا هو بس بيحب يدي كل حاجه وقتها بالظبط. لسه كمان بقى لما ياخد عليك هيحصل ايه؟ هيفك. ويحصل ايه ما هيفك؟ هيجري يعني. احترم نفسك. بلبل اهو. فك اجري. اهلا كابتن بلبل. شويه. اهلا منور اعالي البحار. بوجودك والله. بوجودك يا عم. هات لي كل ما غلط. ايه ده لقيته ايه كنز ولا ايه؟ احنا هنا يا ابني بنصطاد بجد. انت شفت الطعم اللي بنصطاد بيه؟ انا ما شفتش حاجه خالص لحد دلوقتي لسه. طعم؟ جمبري جامبو. واو. صبيت. جمبري وصبيت؟ هتصطاد بالجمبري والصمبيت؟ طب على كده هتصطاد ايه بقى؟ رز؟ على فكره انا قلت رز هتطلع بتضحك تاني غلط. حضر الطعم عشان نصطاد. تعالى معايا. حاضر. احنا هنا بنصطاد تونه وهغديك منها. تونة؟
عايز تغديني تونه بتاكل السمك جمبري وصبيته هتغديني انا تونه؟ لا انا هتغدى طعم، خليني مع السمك احسن. تلاتين سنه صيد عمري ما صددت سمكه زي دي. ودي تعمل كام علبه تونه دي يا عم؟ تونه ايه دي؟ قشره بياض يا ابني. طب تعمل كام علبه قشر بياض يعني؟ انا لما ارجع هزل عمك عزيز ويسري وفؤاد، هزلهم كلهم واوزع عليهم الصور واقهرهم. ممكن اتصور معاه؟ طبعا يا حبيبي، اتصور على ملبس وارجع واتصور انا كمان. ماشي اوفر. بس ثانيه واحده، يلا اسماعيل. فعلا سمكه رهيبه. هلا بلبل، انا جاهز للصوره التاريخيه. فين سمكتي؟ ها؟ انت فين سمكتي؟ ماليش دعوه بلبل، وقع. طب هتعالوا بالتدريج. طيب هي وقعت هنا لما انت اتاخرت فزيت ومشيت. ما انا عايز اصور جنبها. خد صورتي يا عمي، انا مش عايزها. اقول ليه يا عزيز يسري دلوقتي؟ في فؤاد كمان حضرتك كنت عايز تغيظه ولا ده مش فارق معاك انك ت... اهدى 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 اهدى. ولبس قميص جديد وبتاع. هنلاقيها يا عمي ان شاء الله. هتروح فين؟ هتلاقيها هنا ولا هنا ولا حاجه. هنلاقيها يعني اصطادها، اصطاد غيرها. اهدى بس يا عمي، اهدى. سمكتي اوفر، فعلا اوفر برضه يا عمي. يعني الجمبري موجود والطعم موجود والسمك موجود. احنا جايين نصطاد. ما احنا جايين نذاكر، احنا جايين نصطاد رحله يعني. ايه يا عمي؟ نصطادها. لا مش دي، التانية خد ابيض واسود. عايز سمكتي. أمل أخلص الصوت ده بيأشعرني. مضايقك أنت الصوت ده؟ أمال يعني عايز أغلس على المنشار؟ هتاخدي بالك ليكون الفرم عدي ولا حاجة تتغير الأب؟ أشك إنه لسه جوه. يا ساتر. إيه ده؟ إيه الزبالة دي؟ عامل إيه؟ ما أنتوا مش حاطين باسكت في الأوضة؟ ايه ده القلم ده؟ لقيتيه؟ يا ده انا قلبت عليه الدنيا. شوفي كده، كان فيه بنطلون كنت بدور عليه. شوفيه هنا كده. طب بقول لك ايه، هي ياسمين بقى هي طلعت السوبر وومن اللي بتطير؟ بتطير؟ ده عليها حته طير. اما ايه حماده، المهم بغض النظر عن طيرها، يعني انا لقيت الحقيقه فيها كل المواصفات اللي انا عايز تستحق 100% فعلا، عشان كده خطبتها. كنت مبسوط قوي مع ياسمين حقيقي. سلام ايام، لحد بس ما حصل حاجه صغيره كده. حاجه ايه تاني؟ حاجه عمري ما هنساها. في يوم من الايام كان في دبانه في المكتب. شوف كده التصميم ده وقولي رايك فيه. اي قوي. انت بتعمل ايه؟ دي حسن يا رانيا، دي حسن. معلش ما قلتها لك. ايه بتزني؟ انت بتعمل ايه؟ يا رانيا الدبان ده انا بكرهه. بيقول لي الاوفيس بوي يرش المكتب. مش معقول كده. فين التصميم؟ خلصيني اهو. كويس ماشي. استني كده. ايه ده بني. استني بقى. وحش قوي اللوجو ده. التصميم كله بني كده. انت تحس انه بريح؟ لا ده فكرته اجمالا كده على بعض قرف. وحش مين البني اللي رسم التصميم ده؟ ده وحش جدا.
مين دي؟ دي هالة المشهد. طب وبتعيط ليه؟ هي تايهة؟ انت تايهة؟ لا دي هي اللي رسمت التصميم ده. ده حلو جدا، ده تحفة، حلو قوي قوي قوي، حلو جدا. جالك ازاي؟ جالك ازاي؟ يعني الفكرة جاتلك ازاي؟ طب ايه؟ طب وايه؟ ومصحف ما سمعت. طب وايه؟ طب انا الحقيقه مش سامع. طب ابعتها لي مسج لو ما فيش عندك سيجنال، ابعتها لي مسج. مش سامع. طب واللون؟ بني حلو وجميل، حلو جدا البني، حلو. بس انا كنت عايز اسال سؤال بس، هو بني ولا بوني؟ بس رن. بس انا سمعت حضرتك وحضرتك بتقول ان الفكره اجمالا قرف. شرف، فكره اجمالا فيها شرف، تحس ان فيها شرف كده. لا 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 لا، انت ليه فاكره كل الكلام كده؟ لا فرفشي كده، فرفشي وما بتعيطيش وبتسمي وانت وشك جميل. طيب انت خريجه سنه كام؟ 2009، امتياز مع مرتبه الشرف. 2009 ده انت لسه بالكرتونه. لا تمام. طيب اسمك ايه؟ هالة. اهلا يا هالة، اهلا يا هالة. اتفضلي. ديزاين البوني. انا يا ستي بلبل الشهير بنبيل مسعود، الصخرة اللي بتحطم عليها أحلام وطموحات كل حد جاي فاكر إن هو عامل حاجة كويسة أو ما حصلتش، لأن دايماً في أحسن. أنت هتشتغل معانا هنا، بس باش موضوع البوني ده عشان بدايني. الحاجة التانية، موضوع مرتبة الشرف ده أنا عايز نسيه تماماً، أوكي؟ أنا عايزك مرتبة سفنج، تشربي وتمتصي الإهانات وآخر اليوم تتعزلي تنزلي كل حاجة، عشان إحنا شغلنا هنا صعب. تمام. يخرب بيت امك يا شيخه. لف 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 لف، اول ما تلف هتبقى على طول، اول ما تلف هتبقى على طول. سكت كده كده. ماتت. المهم يا ستي، انا طول عمري بقول رايي بصراحه، بس ما هلا يعني ما اعرفش ليه ما صرحتهاش. اخلف بس، هو ان شاء الله هتكمل. هتلف بايد واحده؟ عيب تسالي سؤال زي ده، ممكن الف وانا سايب ايدي اصلا. ها شوفيها في ظهر المضرب جاي الشبكة. طب ارجوكي موتيها لحسن، انا بجد بعرف مدبان قوي. هموتها. لا والنبي، مش يمكن اتكسفت من هذا؟ لا انا بجح. ايه خفت على مشاعرها؟ ستي ما تولع مشاعرها بجاز. ايه يا حاجه انت؟ الله انا بس هدقت. ايه يا امل، ايه يا امل، انت كده هتموتيني انا؟ استطعتي حاجه طيب بعد ده كله؟ لسه، بس هتروح مني فين؟ يعني لا اتكسفت منها ولا خفت على مشاعرها؟ لا. امال ايه؟ ما هو ده اللي انا حاولت اعرفه. ليه انا ما قلتش لهالة لما وريتني الشغل بتاعها ان شغلها يقرف الكلب؟ امل، انا بحب الدبان جدا، بحبه. قلت لك مش هتعرف تلف. هشرب فلتر. هو حكوح كمان. انت شفت الجمهور؟ انت كنت شايف حاجه قدامك؟ ردي بقى يا ياسمين، بقى ردي بقى، حرام عليك الاخر كده. جرايه يا باشمهندس بقى، عايزين نروح ننام. اخترت اني لون السيلفر ولا الازرق؟ اصبر اصبر. هالة، انا مش عارف احلى حاجه فيكي انك فعلا بتردي من قبل ما بتتصل. ها يا جماعه، ها يا هالة، ايه الملل ده؟ انت بتختاري شبكتك؟ ايه اللي عندك حموضه؟ تحبي اجيب لك حاجه للحموضه؟ انهي لون؟ الفضي. يا ساتر، ادهن يا ابني الازرق. انت كيش فكره اصله الواحد يعني نفسه احيانا يبقى مسيطر شويه. ادهن الازرق، ادهن الازرق. يلا 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 من هنا. اوعى اوعى، لا 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 لا، اوعى اوعى اوعى. عايز تشيلي؟ عيب عليكي، عيب عليكي. معاكي الراجل وعايز تشيلي. يلا. يا نهار اسود، كان ابو من جدا بالمساواه بين الراجل والست. لو عايزه تشيلي ما عنديش مشاكل. يلا يا بولبول. اوكي يا ريس. كنت رايحه فين اصلا يا هاله لما كلمتك؟ ما فيش، كنت عايزه اشتري هديه لواحده صاحبتي عيد ميلادها بكره. المفروض مامي كانت تيجي تختار معايا، بس واضح كده انها نامت. وانت كنت هتشتري الهديه من مامتك؟ ايه ده؟ باباكي بقى عايش ولا نايم؟ لا انا باباكي معايا. الله يرحمه. طيب انا فاضي، ما عنديش حاجه، لو تحبي اجي انقي معاكي ما عنديش مشكله.
حلوة؟ تعرف زهقت مش عارف اختار ايه. طب ايه اجرب دي؟ اجرب دي بس مفيش ولا حتة فاضية عندي. ما عندكيش دلوقتي دي اللي انا ما رشيتش فيها صح؟ اه مش عارف دي ريحتها ولا ريحة ايدك. اجيب ايه طيب؟ اجيب ايه؟ اجرب دي. لا مش دي. لا 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 ولا دي. مش دي. خلاص بقى يا بلبل اختار اي واحدة فيهم. انا كده مش هلحق اجيب هدية صاحبتي. طيب خلاص 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 انا ولا واحدة عجباني اصلا. وانا جربت دي. ايه رايك تاخدي لها ساعة؟ وريني كده. والله حلوة ومظبوطة. شمي كده. بس هي مش بتحب تلبس ساعة. بعد ده كله يا هالة. انا برضو. يا ستي خد هالة والله حلوة. يعني هي هتقول لأ؟ في فن اسمه فن اختيار الهدايا. مش تأدية واجب كده والسلام. على فكرة احنا كنا قتلنا صاحبتك دي اسهل. وبعت لها ايه؟ هات لها كرافتة. هنعمل ايه طيب دلوقتي؟ انا قررت ان انا هجيب لها مكياج. اوكي هناخد مكياج. وبقول لك ايه لو سمحتي، الساعة اللي لابسها جورج بلوني دي موجودة؟ للأسف خلصت بس هنجيب منها الشهر الجاي. اوكي طب جورج موجود؟ تقيل اشيل منك؟ جاي يعني لحد الجراج تقولي اشيل منك؟ بالراحة يا عم السمبل. عفوا يا سيدي. انت اصلا شارية ايه؟ دي كتب عن الطبيخ تقيلة؟ لا يا كتب مش تقيلة بس واضح ان الطبيخ اللي فيها هو اللي تقيل. جيب ايه خفيفي السمنة شوية. شارياهم لمين دول؟ انا بحب المطبخ والطبيخ قوي. عشان يا هالة يا هالة يا هالة. مقفول. مش عارفه عم شفيق السواق راكن فين. ايه ده انت عمك بيشتغل سواق؟ عجبتك قوي. خلاصي بقى انا غلطان يعني اني عملت فيها بلبل وشلت. خلاصي خلاص حددي بالشلوه. انت عربيتك لونها ايه؟ بني. طب ما بتجيش بيها ليه على طول كده لوحدك ولا الحوجه السواق الزباله ده؟ لا ما انا مش بعرف السوق. خلاص تعالي اوصلك انا ولا الحوجه لعم شفيق الحمار ده. وقعوا وقعوا بس والله كنت قاصد والله. اسف يا هلا كنت بحط بنزين في العربيه. هو ده عمك السواق بتاعك؟ طب ما الراجل سمح ووشه جميل وطيب. امال ليه عمال تشتمي ليه فيه من الصبح؟ خلاص 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 ما تبرقلهاش. ما بصهاش كده خلاص. انا هديتها انا هديتها. يلا يا عم شفيق. يلا عم شفيق. يلا عم شفيق. يلا يلا. عرفت حاجه؟ اكيد ما انا بقالي ساعه قاعد مستنيكي. انا عايز اعرف ليه لما بكلمك ما بترديش عليا. ايه ايه مش فاهم السؤال؟ اقوله لك بشكل مختلف. ما بترديش عليا ليه لما بكلمك؟ عايز اعرف انا. ببقى مشغوله يا اخي. مش مبرر ده. اي كلام في الحماده اللي انت بتقوليه ده اي كلام في الحماده. ان انا اقعد اكلمك كذا مره في كذا وقت في كذا يوم وما ترديش عليا ده ما اسموش غير حاجه واحده بس اسمه تجاهل. ايه الكلام العجوز اللي انت بتقوله ده؟ وبعدين ما حصلش حاجه يا اخي. خلاص عايز اوريك الفستان الاول تقولي رايك. وحش ده لسه جوه الكيس. هو كده انا بشوف جوه الاكياس وحش شفته وما عجبنيش. بلبل بقى ما تبقاش رخ. ليه ما بتطلبيش مني اجي انقي معاكي؟ لا يوم جيتي قلتي مثلا تعالى نجيب هديه لواحده صاحبتي عيد ميلادها بكره علشان ماما ميته محتاجه حد معايا. مفيش خالص. تنقي؟ انا عمري ما باخد حد معايا نقي. وبعدين انت عمرك ما قلت لي ان انت عايز تيجي تنقي معايا. مش لازم انا اللي اقول لك. ياسمين انت اللي المفروض تطلبي مني. انت اللي تقولي لي تعالى عايزاك معايا. ده انا بنقي الهدايا كده بسرعه. انما اقعدي بقى واجيلي في رقبتك كده واجيلي في رقبتك كده والحركات. لا 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 خلاص خلاص. بس انا فهمت خلاص. انا فهمت. انا اصلا رايي مش مهم. لا ازاي رايك مهم جدا طبعا. والمره الجايه هاخدك معايا وانا بختار. ها ايه رايك بقى في البستان؟ متخنك قوي. روحي العي. لا لا امل 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 اطلعي فوق اطلعي فوق الحاجه تعضك. طب الراجل ومحتاج ان الست تكون ذكيه عشان تفهمه. ما فكرتش انت الست محتاجه ايه؟ محتاجة راجل غبي يصدقها. ما انت من اول ما عرفت ياسمين وهي كده عمرك ما علقت يعني. عشان ما كنتش اكتشفت. هالة بقى كانت هي المرايه اللي شفت فيها عيوب ياسمين. اوه خلاص شكرا 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 انا خلصت. تحب اهرش لك في اي حته؟ امل. خلاص خلاص. تحب اشبك لك؟ مش كنت علمتني على عربيتي اسهل؟ انا خايفه على عربيتك. يا ستي ولا يهمك عربيتي مش هيحصل لها حاجه. فداكي فداكي. المهم اصله عارفه اساس تعليم السواقه لازم يبقى على المانيوال الاول وبعد كده عربيتك هتلاقي سواقتها سهله جدا عشان اوتوماتيك. المهم دلوقتي بعد ما هندور عايزك تحدوسي دبرياش على الاخر خالص تمام وتدوسي وتحطي بقى بنزين وتشيلي دبرياش. تحطي بنزين وتشيلي دبرياش ماشي. تحطي وتشيلي تحطي وتشيلي. يلا
ادور؟ لا مش لازم، اكيد هتدوري هي لما انا هنزل ازوقك وهعلمك وانت. يلا تمام جدا، ادي اول حاجه. بصي بقى دي بلاش على الاخر، يلا هوبا هاتي الاولاني. تمام شيلي. ايوه يلا. بيتك يخرب بيتك. أنا آسفة، أنا آسفة، ده أنا هطلع أشتمك بالأب والأم دلوقتي. أنا شلت وحطيت زي ما أنت قلت لي بالظبط. أنا شفتك، ما توتريش نفسك، عارف إنك شلتي وحط. شالوا حطوا عليك يا بعيدة، شالوا حطوا عليك. أنا حاسة إن أنا خبطت العربية. حاسة مش متأكدة؟ يا ستي ما تتخبط، إيه المشكلة؟ طول ما بتيجي في الصاج مش مشكلة، أهم حاجة البني آدم. طب تمام. يلا بقى انت بقيتي كده تمام قوي قوي قوي، يلا انزلي بقى هنكمل اوتوماتيك على عربيتك. هو انت مش قلت لي هتعلم على المانيوال الاول؟ ده كلام الناس بتقوله بس كده علشان يحللوا القرش. يلا انزلي، تعالي انت، بس فاضلك حصتين نظري ممكن ناخدهم في اي كافيه واحنا ماشيين، او اكتبهم لك في ورقه تذاكريهم في البيت. يلا تمام. حلقك بجهاز يا شمس. على فكره بقى مش مهم انا السوق خالص، كفايه انت بتعرف تسوق. برافو عليكي، تصدقي اهم حاجه في السؤال. انا كنت بمتحنك، الاصرار ده مهم. طب بصي عشان الكلمتين دول انا هعلمك. يلا. لا هعلمك وانت جنبي هناك، يعني وانت على الكرسي اللي جنبي. يلا لابسه كوتشي وتيشيرت، داخل الاولمبيات ولا جاي تعليم السواق؟ فيا جماعه الميتنج بتاع النهارده ده من اهم الميتنجات. بس يا رانيا بصدق اركز عشان خاطر الميتنج النهارده كان المفروض نعمله من بدري، من 3 4 ايام وحاجات كده. ها ايه علاء ما انا قلت 100 مره لما يبقى في اجتماع نقفل الموبايلات، بتخرجني من تركيزي. سوري يا باشمهندس، انا خلاص هقفل. طب معلش يا جماعه لو سمحتوا كل واحد يقفلوا موبايلاتكم كلكم الا انا. ايه هلا، انت فين؟ انا الاجتماع خلص وعمال اعيده. انا تايهه يا بلبل ومش عارفه انا فين. طب ايه، تحب انزل ادور عليكي؟ انا غلطان ان انا علمتك السواقه. انا مش عارفه، انا بدل ما انزل النفق طلعت من فوق. انا هعمل ايه دلوقتي يعني؟ طب مالك متوتره كده ليه يا بنتي؟ اهدي عادي. اسمه ايه النفق ده؟ نفق العبور. ايه هلا، في ايه؟ ايه المشكله؟ لفي وارجعي وعدي خط بارليف وانزلي من تحت النفق. انت بتهزر يا بلبل. بقى تعرفي تلفي ولا انزل انا الف لك النفق؟ طب بلبل في حاجه على المكتب عندك، انت شفتها ولا لا؟ والنبي يا رانيا هاتي لي العلبه الحمراء دي اللي على المكتب دي. ايه دي، قنبله دي ولا ايه؟ افتحها بس وابقى كلمني. باي. ها كنا بنقول ايه بقى؟ ف الزيتون الله يخرب بكم. المهم الاجتماع ده كان المفروض نعمله من بدري. ماشي شكرا. كنا المفروض نعمله من بدري لان بجد احنا محتاجين والله كل ثانيه نشتغل فيها، كل ثانيه. كل سنه وانت طيب. هلا يلا الاجتماع اتاجل يا جماعه. بلبل انت رايح فين؟ الاجتماع اتاجل علشان الاستاذ علاء بعد كده هيتعلم يقفل موبايله في الاجتماع. انا عمال اقول بخرجه، يا خرجتوني تركيزي مش ممكن. سلام بعد كده. وعرفتي منين ان عيد ميلاد النهارده يا ساره انت؟ عرفته خلاص. وليه يا بنتي كل ده؟ طب كنت جبتي اي ساعه وخلاص؟ لا طبعا ما ينفعش، لازم الساعه اللي عجبتك. انت نسيت فن اختيار الهدايا. طب ومالك بتقطعيها ليه كده؟ ما تقوليها مره واحده وخلاص واحنا فاضيين تضيع الوقت ده. بس هم متشكرين جدا يا ستي، مش عارف اقول لك ايه. شكرا. طب ها تحبي تاخدي ايه؟ تاكلي، تشربي، نحلي، نمشي؟ لا ما انا مش عارفه بقى، اختار لي انت. انا اختار لك؟ ياه اخيرا لقيت حد اطلب له. طيب انا ممكن اخد شوكولاته؟ بتحبي شوكولاته؟ قوي. اوكي بصي يا ستي ركزي معايا بقى، عايزك تجيبي لنا حتتين طارت كده شوكولاته، ها عليهم شوكولاته سايحه من فوق، وبعدين تسيبي الشوكولاته تنزل على الجناب كده وتخش من تحت الايه القهوه، من تحت الايه الحته نفسها. ماشي حتتين. انا اسفه جدا، مفيش غير قطعه واحده بس. طب وسايباني ليه كل ده؟ اما ريلت وغرقت نفسي. خلاص طيب ماشي اوكي، حته واحده هاتيها لي. اوكي ها؟ هاتيها لها يعني، هي هتاخدها. ماشي اوكي. ميرسي. طيب ايه، طيب انت رايحه فين؟ ماشيه؟ لا طبعا رايحه التواليت. اوكي تعملي ميه ولا طينه؟ ها؟ لا ولا حاجه، ولا حاجه، اتفضلي.
ايه يا بنتي اتاخرت كده ليه؟ الشوكولاته ساحت وطرطشت في كل حته. طب شيل الطرطشه الصغيره دي. ها لا ده دي ده دي انا اللي واكلها بصراحه. الصراحه راحه. انا قلت يعني اخد الحته اللي انت هتدياني وانت اكيد كنت هتدياني كلها. لو سمحتي لو سمحتي ساعتي ممكن النبي تشغلي لنا التكييف لحسن الجو حر قوي يا جماعه بجد. لا مش زرار طبعا. حبيبتي حبيبتي اتفضلي تشغليه على الاخر. الله يسلمك. هتقوم توريها الزرار فين؟ ليه ما عارف مكانه يعني مش مشكله. دي غيره؟ لا طبعا. غيره ايه؟ المفروض لما بنت تبقى قاعده معاك تحترمها وما تقعدش تعمل الحركات دي. اوكي انا اسف معلش ما كنتش دعانا. طيب هتعمل عيد ميلادك فين؟ انا هعمل عيد ميلادي؟ لا طبعا انا عمري لا عملت ولا هعمل عيد ميلادي ولا افكر ابدا في الحكايه دي. لست هذا الشخص ابدا. انا اصلا ما بحبش الدوشه والزيطه والزحمه واللمه وانا كمان. وانت كمان ما بتحبيش اللمه والزحمه؟ انا هعمل عيد ميلادي اتجننتي وتورته وكده وناس وبتاع. لا 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 وسنه حلوه يا جميل. لا 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 يمكن. سنه حلوه يا جميل سنه حلوه يا جميل سنه حلوه يا بلبل انا ليه سنه حلوه يا جميل انت طيب يا بلبل يا جميل سنه حلوه يا جميل سنه يلا حتى الشمع رخم تريش تحك. يلا هتاكلي ايه؟ اديني بفكر. كده شكلك احلى كتير قوي من غير الكوبايه. تحبوا تطلبوا ايه؟ هطلب لك. هات لنا كيس الفيميلا بصراحه. ثانيه واحده ياسمين انا ما بحبش الفيميلا خالص انت عارفه. وانت كنت دقته؟ دقه على ضمانتي ما تخافش. هات لنا كيس لو سمحت. ثانيه واحده ياسمين. طب هقول لك حاجه خليني انا اطلب لنفسي والغي من ورايا. اديني فرصه بس. لا روحي لو سمحت. اوكي. عشان اعمل شعري قعدتوني ساعتين ليه يعني عروسه؟ ياسمين ياسمين انا ما خدتي بالك البنت الجرسونه دي ضحكتها حلوه قوي قوي. اه فعلا وشها بشوش. لا وعارفه بقى جسمها كرباك كرباك كرباك. اخيرا نطقت اخيرا حرام عليكي. فلاح قوي يعني في الفاظك. ايه كرباك دي معقوله؟ هو ده اللي ضايقك؟ فلاح قوي؟ هو انت ما تغيريش يا ياسمين؟ خرب بيتك عسل. انا غير؟ ليه؟ اه صحيح ليه؟ تغير ليه يا بتفتكري؟ تغيري ليه؟ يعني احنا مخطوبين وكده واللي بيحب حد بيغير عليه يعني نفسي احس ان انا مش قرش براني بترميه ويرجع تاني كده يعني عادي عادي عادي. اوكي فلاح 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 مالك ما تديش في بالك. اخبار الاكل ايه تمام؟ مش عارف والله اذا كان عجبني ولا لا. اسالي هي اصل انا ماليش راي خالص. ايه رايك عجبني الاكل؟ اجيب لحضرتك ديزرت منيو حالي يا فندم؟ في ايه؟ ايه فيها؟ مش انت عارفه كل حاجه؟ اعرفي بقى فيها. مالك؟ مفيش مشاكل فلاحين مضايقاني شويه. معقول يعني هتقضي سنة جديدة واحنا زعلانين من بعض؟ كل سنة وانت طيب. ماشي ياسمين وانت طيبة شكرا. افتحها. اما جوع بقى هبقى افتحها. افتحها. اه طفاية وكده بتاعت سيجار مع ان انا بشرب سجاير لف. اوكي لطيفة. ايه ده؟ شكلها ما عجبتكش؟ ده انا اول ما شفتها عجبتني حماده. هو عيد ميلادي ولا عيد ميلاد حماده؟ انا زهقت منك ومن حماده بتاعك ده على فكره. امسكي ياسمين. ياسمين في حاجه اسمها فن اختيار الهدايا يا حماده. انت في حاجه ضايقتك في الخروجه؟ المشكله ان مفيش حاجه ضايقتك انت في الخروجه.
مش فاهم انا، هو عيد ميلادي ولا عيد ميلاد اصحابك يعني؟ عماله تاكليني على مزاجك وتشربيني على مزاجك وتطلبيني على مزاج ايه ده؟ انت ناقص تغيري لي. اوف اوف، تنفخي تنفخي تنفخي، هلا عمرها ما نفخت، هي بس لو شفطت شويه من تحتك كده. ماشي ماشي يا سمين، بس مش طبيعي ابدا انك تقعد تقارن كده. انا واحد قدامه الفرصه انه يدوق كل انواع الاكل اللي في العالم، علشان في الاخر هيختار اكله واحده هيلبسها بقيه حياته. بالتالي ده يعني يديني الحق ان انا اركز عشان اعرف اختار كويس الست اللي انا هاكلها، ولا ايه؟ انت لو مكاني بذمتك هتدوقي ولا مش هتدوقي؟ انا لا طبعا. ما الاكل ده كله يترمي يعني. دكتوره امل، ازيك يا بلبل؟ تمام يا دكتور، الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. عايزك بعد اذنك دقيقتين. بقول لك يا دكتور ابراهيم، بس انت شايف حالتي صعبه قوي، ممكن بس اطلب منك طلب؟ خير يا بلبل؟ بتعرف تلف؟ الف؟ اه طبعا. طيب ممكن تلف لي؟ الف لك قوي، بس استنى، انت عايزني الف ليه؟ بس بصراحه دكتور انا خرمان، خرمان قوي قوي. خرمان ده ايه؟ هو ايه الخرمان؟ انت فهمت ايه؟ لا انت فهمت ان انا عايزك تلف يعني عشان ابص على اسمها ايه دي؟ حماده؟ حماده مين يا دكتور؟ انا اقصد لف عادي، مش لف التاني يعني الادب ده. اللف العادي. ايوه هو في حد ما بيعرفش يلف النهارده يا بلبل؟ انا قلت كده والله. طب ما تورينا شطارتك بقى. بس كده من عينيا الاثنين. جيب الحاجه بقى. دهشتك صح؟ ايه الفوازير دي؟ انا عارف طبعا ان انا فاجئتك بكلامي دوت، بس كان نفسي اعرف يا ترى شعورك ناحيتي زي شعوري ناحيتك ولا ايه؟ دكتور ابراهيم حضرتك حاجه كبيره جدا عندي، بس انا في حاجه في حياتي تمنعني. بس 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 واضح ان انت مرتبطه بحد. لا 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 خالص، مفيش اي حد في حياتي. جيتي؟ انا عايزه اعرف بالظبط ايه اللي حصل مع هالة وياسمين. هقول لك ماشي حاضر. خايف عليكي. افرضي يعني كنا اتجوزنا وحصل طلاق. شكرا. انت عارفه انه بالنسبه للراجل عادي مش هيفرق، انما نظره بقى الناس للست المطلقه بتفرق كتير، اكيد عارفه. فانا شايف انه يعني كويس انها جات على فسخ الخطوبه. اما تبقي يعني مطلقة ولا تبقي مفسوخة؟ أكيد تبقي مفسوخة أحسن. وياما بنات دلوقتي مفاسيخ عادي. وبعدين أصلا ياسمين أنت مش محتاجاني أساسا، أنت بتاخدي كل قراراتك لوحدك. وأنا ما بحبش كده. بصي صدقيني كده أحسن ليا واحدة. وليكي. حسيت بالذنب الرهيب ناحية ياسمين، بس أعمل إيه؟ لقيت هالة أحسن في كل حاجة. إيه ده يا هالة؟ كرومب. كرومب؟ في المكتب؟ ليه جايبها لي الكرومب ده؟ ما هو أنا عارفة إنك عايش لوحدك ودايماً بتاكل من بره، قلت أجيب لك أكل بيتي عشان تتغذى. ماشي يا هالة، متشكرين أوي، أنتِ عاملاه يعني بنفسك؟ أيوه طبعاً أنا اللي عاملاهولك. ده انا حشيه صبع 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 صبع. قبل كده كان في بوني. ده انت رهيبه. تلفي معش وانا بلف سجاير، بينا حاجه مشتركه والله. ماشي انا متشكرين والله. انا سبت ياسمين بجد؟ امالك فرحانه ليه كده؟
انا فرحت؟ لا طبعا، ده انا زعلانه جدا، ده انا حتى اتخضيت. يا شيخ انت كده تبقى اتخضيتي؟ عارفه يا هلا، عارفه لما الواحد يخطب واحده وبعدين يشوف واحده تانية خالص ويحس انها انسب من خطيبته، فيقول يعني يقول يا لو كنت شفت دي الاول انا كان ممكن اخطب الاولانيه خالص. ومين بقى اللي انت شفتها وقلت يا ريتني خطبتها قبل ياسمين؟ انت هي بتاعت الكرون بنتي. انا لو كنت شفتك الاول انا كان لا يمكن اخطب ياسمين. بقولك ايه، وانا اتقدمت عشان اخطبك توافقي بجد؟ يعني اجي؟ يا امل يا امل، حرام عليك، انا قربت اخف وانت لسه ما خلصتيش السيجاره يا بنتي. بقى الزقي بقى، حطيتي الزقي بقى، بصي بص الزقي بقى، خلاص كفايه تبك الزقي بقى كده بالبتاع، في بتاع شريط لزق فوق فاهم الكلب زقيه، انت خايفه من اللزق ما تلزقي بقى. انت بتاكليه دلوقتي؟ انا عايز اعرف انتوا هتفكوا لي ايدي دي امتى؟ معلش هعملها، قول لي انت بس ايه اللي عجبك في هالة؟ هموت واشرب سيجاره حرام. مفيش يعني، استلطزتها. وهي؟ هي كمان استلطزتني، يعني انا هستلطز حد من غير ما هو يبقى مستلطزني؟ يعني حصل استلطاز كده واستلطزنا بعض. ايه تاني غير الاستلطاز؟ ممكن تقولي برضو ضعفها، عارفة احساسي كده انه لها دايما محتاجالي، عارفة حسسني كده كأني امها. وانا بقى كان عندي نقص جامد قوي في الحتة دي مع ياسمين. انت عندك نقص في حتت كتير. دي كانت اكتر حتة عندي فيها نقص. ونسيت ياسمين بالسهولة دي؟ الحقيقة ان نسيتهم هما الاتنين اصلا. يعني ايه؟ سؤال لطيف. عم ايوب، عم ايوب خضتني يا شيخ، عايز كتاب عن الطبيخ. طبيخ؟ يا عم روح بقى، الله يخرب بيتك. نام نام نام. ايه نام؟ خلاص انا هجيبه. نام، انا مش عارف انا بجيلك ليه، انا اصلا انا مش عارف ايه سر حبي ليه. نام نام عم ايوب، نام خلاص، نام نام. لأن أكتر حاجة بيحبوها البنات إنهم يلاقوك مهتم بالحاجة اللي هم بيحبوها، فطبعاً كان لازم أهتم بأكتر حاجة بتحبها هالة. أيوة تمام، أيوة وادي التاني. وقعت المكتبة على دماغي، جابت لي فقدان مؤقت في الذاكرة. قالوا لي إن أنا مش هفتكر آخر ست شهور في حياتي اللي كان فيهم ياسمين وهال. أيوه الحمد لله على السلامة يا بولبول. الله يسلمك الله يسلمك. انا اول ما عرفت جيت لك على طول. انا متشكر جدا، انا مش عارف اقول لك ايه، يعني كانش له لزوم قوي التعب ده، يعني انا متشكر متشكر. انت مين؟ انا هاله يا بول، خطيبتك. احلفي. هتبقى خطيبتك يا بولبول، انت يا حبيبي كنت هتخطبها قبل ما تفقد الذاكره. مين دي؟ دي مامي. كنت خطيبها برضو؟ اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. طب اتفضلي اتفضلي، اهلا وسهلا، اتفضلي تحت. يا يا بلبل افتح الباب. انا اسف انا اسف، معلش فقدان الذاكره لف معايا. مش كده يا اتفضلي اتفضلي. معقوله دي خطيبتي؟ وبعد كل اللي حصل ده انا قلت اجي بقى اشوفك لسه عايز هلا بنتي ولا غيرت رايك؟ انا اللي معروف عني ان انا ما بغيرش رايي خالص، يعني انا لو كنت اعرف ان انا كان مفروض اخطبها قبل كده انا كنت اجلت موضوع فقدان الذاكره ده شويه. يعني بجد موافق يا بلبل؟ طبعا موافق. انزل اجيب فستان الخطوبه؟
دلوقتي حالا لو عايزة. وانا كمان ممكن انزل اجيب البدله بقى وحاجات بتاعه الخطوبه. لا 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 لا، انا عايزك ترتاح خالص، انت ما تبذلش اي مجهود، وانا في ديك الساعه لما انزل اجيب بدله عريس بنتي بنفسي، وهبعت لك كمان الكوافير المخصوص بتاعي. سيب لي نفسك خالص. كمان فقد الذاكره يعني تقوم تبهدلوني بالشكل ده؟ انا مش فاهمه، بس ايه اللي مضايقك يا حبيبي؟ مضايقني ايه؟ ده بقيت شبه الهديه الملفوفه. والله ده انت شكلك جميل بجد. اه قوي. مرسي يا قمر. بص الحظ ده، لو عندي واحد تاني هنا. وخطبت هنا، وكأن ربنا استجاب لرغبتي وخلاها كأنها تبقى الأولى في حياتي. حبتها وكأني بكتشفها من جديد. ايه 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 ايه؟ مالك مالك ايه يا حبيبتي؟ مالك جرالك حاجة؟ الكاوتش نام. كاوتش؟ تقوم تعيط يا هلا؟ طب ده نام يعني ما ماتش؟ حرام عليك يا هلا، انت صحتيني من احلى نومه يعني. طب انت يعني فاتحه الكبوت ليه يعني لما الكاوتش نام؟ بدور على الاستبن. ايه السؤال ده؟ انا اسف، انا غلطان اني بسأل. صح، بتدوري على الاستبن في الموتور. الله يلعن ابو اللي ركبكوا عربيات، على ابو اللي علمك السواقه. طيب يلا يلا يا هلا، يلا قفلي العربيه وتعالي اروحك. يلا. والكاوتش؟ يخرم ام الكاوتش. خلاص يا هالة، انا صحيت يا حبيبتي، عامل لك كل اللي انت عايزاه. سيبيه هو يبقى نايم، يعني حد فينا يبقى نايم. على فكره انا لو كنت اعرف انك هتزعل انا عمري ما كنت صحيتك. روحنا. لا خلاص، على ايه؟ خلاص انا خلاص. لا بالعكس، لا انا كنت زهقان وانا نايم. على فكره انا كنت زهقان، يعني انا كنت مش لاقي حاجه اعملها حتى. كريك شوف كريك فين؟ هو اديكي بالكريك في اورتك. اسبوعين مست كول يعني، اكيد يعني يا نايم يا اما ميت. ايوه كلمت. صحيت، ما تخضلنا الكاوتش ده جاهز يصحى. شديت السيفون؟ يلا يلا عشان تخلصي الرسم اللي وراكي. حاضر. يلا بلبل تحيدي. بجد معقوله يا بنتي؟ حاولي، وانا لازم كل حاجه اعملها لك. ما انا جربت. حاولي تاني، جربي تاني لغايه ما تعرفي. معقوله؟ في حبه جم عليك. قصدك في حبه ما جوش عليا. خليهم يجوا عليا، خليهم يجوا عليا. حسبي هل اوي تلك يا بلبل. بلبل ايه بس؟ بلبل ايه يا وزفت ايه يا شيخ؟ بس انت ايه اللي بقالك كده؟ مفيش، هلا فارت في وش. حاجه تضحك فعلا. عرفت تضحك قوي دلوقتي صح؟ حاجه تضحك بصراحه يعني. ايه هلا، في ايه؟ انت بتغيري ولا ايه؟ خدي بالك يعني البنت اللي بتغير تبقى مش واثقه في نفسها، وانا اصلا ما بحبش موضوع الغيره ده لانه بصراحه خانقه. انا خانقه عشان بس بسالك رايح فين وجاي منين وبترجع الساعه كام وتكلمني قبل ما تنزل وتكلمني اول ما تروح وبتقابل مين صدفه ومين بيكلمك في التليفون وما بتردش على مين وبترد على مين؟ ومين فينا اللي هيرد؟ ايه بلبل مالك؟ بلبل مبلول. بلبل مبلول، بلبل اللي عمره ما اتبل في حياته انت بلتيه. وبقول لك ايه، بمناسبة بقى نخرج مع مين ونيجي مع مين ونروح مع مين والكلام الفاضي اللي انت قلتيه ده، النهارده عيد ميلاد علاء وهنخرج نحتفل بيه في اي مكان بره. هتيجي معانا ولا مش هتيجي معانا؟ انت عارف ان انا ما بحبش اخرج مع ناس. مش فاهم ايه الانطوائيه اللي انت فيها دي؟ يعني عشان نخرج ننعزل كلنا على العالم؟ ايه هلا في ايه؟ بقول لك ايه؟ وحياء هلا، انا تعبت بجد، تعبت. كمل انت بقى. وانت تحبي تعملي فرح ولا مش مهم يا هلا؟ انت تحب ايه؟ والله الرجالة كلهم ممكن ما يعملوش فرح عادي يعني. أنا كمان ممكن ما أعملش فرح عادي. أوكي خلصتي؟ طيب بالنسبة لشهر العسل
تحبي شهر العسل يكون جوه مصر ولا بره مصر؟ انت تحب ايه؟ انا احبه يبقى بره مصر. وانا كمان. اوكي. طيب تحبي الفانيليا اكتر ولا الشوكولاته؟ انت بتحب ايه؟ انا بحب الفانيليا. وانا كمان. كويس، ده نوع الفراخ اللي انا بحبه. صحيح، انت بتحب الصدر اكتر ولا الورك؟ بتاع مين؟ بص، هو بالنسبه للرجاله بيحبوا الاثنين، وانت ايه؟ انا بحب الاثنين برضو. ايوه. خراشي خراشي. خلصت خلاص؟ يعني مش عارفه. مش عارفه ايه ده، انت خلصت السوبر ماركت كله. طب بقول لك ايه صحيح؟ ما قلتليش ايه رايك في طعم الايس كريم؟ عجبك؟ تحفه تحفه. ايه هو اللي تحفه؟ يا بنتي انت ما اكلتيش ايس كريم اصلا، انا اللي واكل. انت ايه؟ اي حاجه بتقولي او خلاص؟ اتجوز في اي حته وروح شهر عسل في اي حته؟ ايه؟ فكري في الكلام الاول يا هاله. طلعي لسانك، طلعي لسانك، طلعي لسانك. شو زيك؟ بصي ما فيهوش بني، ما فيهوش شوكليت يا هاله. ما هيكش فانيليا. طب انت داخله يمين ولا شمال؟ امتى هتخش الباب؟ انا حطير. حطير معاك. خلاص طيري كده، انا حطير كده. يا بول الله، ايه ده؟ حلو الغوشه دي قوي. ميرسي يا بولب. بس مش مظبوطه، اظبطيها بقى عشان ما اقدم. اللي ما كنتش عامل حسابه بقى ان انا اقابل ياسمين تاني. وطبعا كان بالنسبه لي دي اول مره بشوفها في حياتي. يعني ايه؟ لما شفتها ما عرفتهاش ولا حتى افتكرتها؟ تو خالص. سيراميك. ما انا في الوقت ده كنت فاقد الذاكره. طب وهي؟ لا هي ما كانتش طقطق ولا حاجه، هي كان عندها ذاكره عادي. يا ابني ما انا عارفه هي عملت ايه لما شافتك. مش مهم بقى هي عملت ايه، ده المهم اللي انا عملته ايه. بصي انا مش بعكس، اوكي؟ عشان تكوني فاكره ان انا بعكس. انا اول مره في حياتي اعمل حاجه زي اللي انا بعملها دلوقتي حالا، ان انا اقف حد واقول له انا مين، بلبل والجو ده. بصي، هو اللي حصل كله ان انا بصراحه لما شفتك حسيت ان انا معجب بيكي وبجريك وبسرعتك. ما شاء الله انت سريعه جدا. ممكن تعرف يعني انا بلبل، انت اسمك ايه؟ ايه؟ هاي خالص ولا ايه؟ انا ياسمين. هاي ياسمين. ازيك؟ ايه ده؟ يلا اجري. اجري. اوكي اوكي حاضر. اجري اجري. ياسمين كان معاها حق انها تديني بالجزمه وقتها، لانها افتكرت ان انا بعكسها. بس لطيفه والله. بس الحقيقه موقفها اتغير تماما بعد ما عرفت من واحده صاحبتها ان انا اصلا فاقد الذاكره ومش فاكرها. لا ده مش مبتكر خالص. يخرب بيتك. ايه؟ ايه؟ في ايه؟ افتكرتك يعني لا مؤاخذة موت. بعد الشر عليك. بقول لك ايه والنبي عم ايوب؟ عايز كتاب عن الهارمونيكا. ايه حكايتكم معايا؟ مش فاهم انا. معلش اصبر عليا، كتاب عن عارفها الهارمونيكا؟ عارفها؟ عايز كتاب بقى عنها، اي كتاب عنها. ولان اكتر حاجة بتفرح البنات انك تهتم بالحاجات اللي هما بيحبوها، فكان لازم اهتم باكتر حاجة بتحبها ياسمين. ربنا يكرمك يا أمل.
بربل انا خلصت بجد. بتتكلمي بجد؟ خلصتي السيجاره؟ لا لا مش مصدق. هاتي هاتي. لا استني استني استني، دي لحظه تاريخيه، دي لحظه لازم استعد لها وباللي شاف عيفي. هاتي هاتي افسي ايدك. مش هيعمل مش هيعمل مش هيعمل. هاتي. يا سلام. طب ايه؟ هشربها مطفية ولا ايه؟ بسرعة. بس أنا مش فاهمة، أنت حبيت لك مين ولا حبيت مين ولا ما حبيتش حد؟ والله بص، هو ده اللي أنا كنت بحاول أعرفه يا أمل. هو أنا حبيت إيه اللي بيحصل في السيجارة يا أمل؟ أمل أنت شايفة طمنين اللي أنا شايفه ده حقيقي يا أمل؟ بتطلعي إيه؟ حقيقي حقيقي. ما زقتهاش ليه يا أمل؟ ما زقتهاش؟ قلت لك زيها يا امل، في خط بني فوق يا سيجاره. يا ريتني شربتها مطفيه. عادي هلف لك غيرها. وانا لسه هستنى. ده انا اتعلمت المشي وانت لسه ما اتعلمتيش اللف. حرام عليكي. انا بجد مش فاهمه انت ليه مش عايزه تقولي له ان انتوا كنتوا مخطوبين. عايزاه كده على طبيعته عشان اعرف اجيب اخره واعرف هيتصرف ازاي. سيبي هو بيتصل اهو. اكيد كده. بلبل يلا انا همشي بقى عشان هحطوها. باي باي. بلبل ازيك؟ اهلا الحمد لله. مين دي؟ هاي هاي. ازيك ياسمين؟ ازيك؟ ايه الاخبار؟ مش عارف، في حاجه غريبه جدا، كل ما اكلمك او تكلميني اسمك ما يطلعش. يمكن تكون مسايبه مرتين ولا حاجه. ليه هسجله مرتين ليه يعني؟ هذاكره. انت كان في حد معاكي؟ واحده صاحبتي. اوكي. حضرتك تحب تطلب حاجه؟ والله انا جعان قوي. ممكن بقولك ايه، ما تطلبي لي، انا اول مره اجي هنا. والله طب هاتي له سيمون في مي، اكيد هيعجبك. انا ما بحبوش قوي بس ماشي. اوكي طالما انت اللي طالبه يبقى عاجبني. اوكي تحب تشرب حاجه مع الاكل؟ والله ممكن اشرب سجاير. حبيبتي شكري. شكرا. هزر معايا عادي ولا بتغيري وخانقه وكده؟ انا غير؟ لا طبعا هزر مع اللي انت عايز تهزر معايا عادي. بس في بنات بتغير كده وعارفه وخانقه وبتاع. احسن حاجه فيك انك ما بتغيريش. طب بالمره بقى ايه ظروف اللمه معاك؟ مالها اللمه؟ يعني بتتخنق من اللمه ولا عادي بتحبها؟ مين قال كان فاضي؟ انا بتخنق من اللمه؟ لا طبعا، ده دردشه وونس. انا بحب اللمه جدا. ده الا اللمه. أنا خايف عليكي. من إيه؟ من إنك تطلقي. يعني أما نسيب بعض دلوقتي أحسن ما نسيب بعض وإحنا متطلقين. طب أنا عايز أعرف، أنا عملت لك حاجة؟ يعني إيه المشكلة من عندي؟ لا لا خالص خالص، المشكلة عندي أنا. انت بس طريقتك يعني لا تطاق. يعني انت عايزه حد يعمل لك كل كبيره وصغيره في حياتك. هال مشكلتك دي ممكن تتحل لو جبتي واحده فلبينيه. انا مش فلبي يعني. وبعدين انت عارفه لو هو مش جواز كان عادي مش هيفرق بالنسبه لي. انا ده جواز، عايز حد يبقى معايا كده. صدقيني يا هلا كده احسن ليا وليكي. حسيت بالذنب الرهيب ناحيه هاله، بس اعمل ايه؟ لقيت ياسمين احسن في كل حاجه. بس دي كانت مستعده تعمل كل اللي انت عايزه. واللي هي عايزاه بقى مين اللي هيعمله لها ان شاء الله؟ انا معاك حق. انا اصلا من الاول كنت مايله لياسمين. فسحي كده من عندي. الو يا ابراهيم ازيك؟ بس عارفه حصل حاجه. بس بقى انا تعبت. الله ايه في ايه ده؟ ايه بتزعلي كده؟ هي الحاجه اللي هتقولها دي بخصوص هو في غيرهم؟ حولها لك دلوقتي تعالى. طب يا ابراهيم سلام. انت دلوقتي هكلمك تاني. ايه بقى الحاجه اللي مضايقاك ونفسك تقولها لي؟ بص يا ياسمين، انا هحول لك الموضوع من اخر. انا كنت خاطب. طب ما انا عارفه. عارفه لحيتي تسالي وتتقصي عليا؟ انت واقعه بقى. على فكره يا بولبول،
انا كمان كنت مخطوبه وفسخت. لا يا شيخ. طب ايه المشكله يعني؟ ايه المشكله انك كنت مخطوبه؟ نرميكي في الزباله يعني عشان كنت مخطوبه؟ بس مين الحمار اللي يسيب واحده زيك كده يعني؟ ما علينا. يعني انت كنت خاطب وفسخت وانا كنت مخطوبه وفسخت. تمام. يعني متساويين يا كوتش؟ متساويين يا لا مش متساويين يا كوتش. عارفه ليه؟ انا لو كنت شفتك الاول انا متاكد وواثق ان هاله دي ما كانش هيبقى لها اي وجود في حياتي. هاله مين؟ هاله اللي انا كنت خطب. اسمها ايه؟ هاله. متاكد؟ ايوه يا بني بقول لك كنت خطيبها. ايوه طبعا متاكد. اسمها هاله وصغيره كده. لا كده صغيره كده شويه. وانت كنت خاطب؟ يا دي النيله. ايوه يا بنتي ما انا لسه قايل لك حالا. ايوه كنت خاطب. الله انت فقدت الذاكره ولا ايه؟ الذاكره ترجع لي تاني. فعرفت بقى ساعتها ان لما كانت ياسمين الاولى سبتها ورحت لهاله. ولما ربنا بقى اداني الفرصه ان هاله هي اللي تبقى الاولى رحت سايبها وراجع تاني لياسمين. يعني انا اعمل ايه دلوقتي؟ تعملي ايه في انت مالك بالقصه دي؟ طب انت ريحت تحب نقوم؟ لا لسه رجليا شد عليا مش عارف ليه. خليني شويه بس. طب ياسمين عملت ايه لما عرفت ان الذاكره رجعت لك تاني؟ لا ما انا ما قلتلهاش. ليه؟ أصلا لما رجعت لي الذاكرة يعني سألت نفسي سؤال أي حد حمار ممكن يسأله. عارفاه ممكن أنا أسأله لك يا بلبل؟ استحمري اتفضلي. ليه ياسمين لما قابلتك تاني مرة ما قالتلكش إنها كانت خطيبتك قبل كده؟ ما هو ده بقى اللي خلاني ما أقولهاش إن أنا الذاكرة رجعت لي تاني. أنا معرفش هي خبت عليا ليه، فكنت عايز أجيب آخرها. فهمتي الحركة؟ حركة زبالة منها صح؟ طلعت حمادة. طب ايه رجليكي خلاص فكت؟ تمام نقوم بقى نكمل ماشي. طب وهالة اختفت من الحياة كده خالص؟ يعني ما حاولتش تكلمها؟ ما حاولتش تكلمك؟ هالة وهي دي بتختفي؟ هالة كده رمية جدتها اصلا. ومش هي وبس، هي وامها حمادة برضو. اتفضلي الساعة اهي. تقولي ان انا جايب لك العلبه فاضيه الساعه زي ما هي الثلاث عقارب بتوعها. ما تهدى بالله يا ابني كده وقول هديت. ما كل المخطوبين بيسيبوا بعض بيرجعوا منين؟ اه والله. وبعدين ده هو شكله شيطان كده ودخل بينكم. انا هقوم اعمل لكم حاجه تشربوها. ماشي. راح فين؟ كده جنبي يعني؟ يعني هيكون ايه اللي مرجعني غير ان انا مش قادره استغنى عنك؟ ولا مش قادره تستغني عن الساعه؟ عشان طلبتها؟ عشان قلت لك رجعها ورجعها دلوقتي حالا. طيب يا هلا هبعت لك بيها حد؟ لا زي ما انت اللي خدتها مني انت اللي تجيبها بنفسك اهي. لا انا عملت كده حجه بس عشان تيجي، بالذات بعد ما اتهورت وقدمت استقالتي. قلت ايه؟ امل انا يعني انا اعمل ايه دلوقتي يعني؟ انا مش فاهم. ما كنا مفسوخين يالا وخلاص. مش فسخنا بقى؟ فسخنا خلاص فسخ. لسه بقى حنا كنت حداد قوي
انت خدت الساعه بس انا لسه مغير لها بطاريه. طب لبسني دبلتي بقى. لازم بقى خلاص بقى خلاص. طيب انت بس بقى هنا المره اللي فاتت حياتي ايه مغيره لها بطاريه. انت خلصتي ليه كده يا بنتي؟ كفايه طبيخ بقى، كفايه اجل طبيخ. زلنا هالة وطموحة الأوفر، وطبعا خوفي لحسن الساعة تضيع مني، خلينا نرجع لها. يا بولبول بصي، هو عشان نبقى متفقين هي برضو ثابت عليا. يا بولبول. ايه يا بولبول يا بولبول؟ في ايه؟ هو انت بتحفظيني اسمي؟ ما انا ما بقتش فهمات بصراحة، ما انت عارف مميزاتهم وعيوبهم، ما اخترتش ليه؟ انا قلت امل ايه؟ قلت مش جايز يكون ربنا بقى بيديني الفرصة ها علشان اعرف اختار صح، ان هما يبقوا معايا هما الاثنين في نفس الوقت، عشان يعني دي تبقى قدامي بص دي ابص دي، فاعرف في الاخر اختار صح. يا نهارك اسود، الاثنين في نفس الوقت؟ اعمل ايه؟ الله، ده جواز يا امل، ده جواز وهزار. ولو يا بولبول برضو. بقول لك امسك امسك اسكتي بقى، تقولي ولو يا بولبول برضو، بقول لك ايه؟ بس ايش عرفك مش جايز؟ لو كنت انت في مكاني يا امل كان ممكن تعملي زيي. ايه؟ استحاله استخدم الاسلوب الحقير ده. بص يا سامح، انت فيك كل المواصفات اللي تتمناها اي بنت. عارف. ناجح وطيب ومستعد تعمل لي كل اللي انا عايزاه. انت بس وافقي وهتشوفي. ابراهيم انا بس محتاجه شويه وقت اكتر. اوكي يا امل، هسيبك بس ما تطوليش لحسن اسهل. ده انا لا اكتر من كده هزهق. سيبوني كام، قصدي سيبني كام يوم كده. خدي كل وقتك، هترجعي تلاقيني بحطت ايدك، قصدي مستني. كلنا مستنيين. زادت اسعار السمنه والزيت والبيض يا حسام الموقف. ايه ده؟ ده انت بقيت استاذه في اللف. بس بعد ايه بقى؟ انا خلاص بطلت. بطلت بعد ما انا اتعلمت؟ ما انت حاولي تبطلي انت كمان. انا فعلا هبطل، وهبطل اسمعك، ومش عايزاك تقول اي حاجه تاني خالص. انت بتزعقي كده ليه؟ يعني وانا بضربك على ايدك؟ خلاص مش هحكي حاجه تاني خالص. سلم. يعني انت ما كنتش قادر تحدد مين فيهم الاحسن؟ بس يعني احكي ولا اسكت؟ احكي وانت ساكت. نعم، دي زي امشي وانا واقف كده يعني. حاضر يا انا، هحكي لك وانا ساكت. حاضر. ايه ده؟ انت فاتك اهم حته اللي انا حكيتها وانا ساكت دي. طب وانا بيحكي حبيبي بلبل بلا بلبل بلا بتاع، عشان بعد كده تتعودي تسمعيني كويس وانا ساكت. في ايه؟ ازاي تفتح عليها الجرار والنايم كده؟ هنعمله ضرفتين، مش لازم ضرفه واحده، علشان بس الناس تعرف تدخل الحاجات، عشان ده باب خدمه ماشي. وده ما تعملوش 120، خليه 240 عادي، يبقى ضرفتين ماشي، مش مشكله. اعمل ايه دلوقتي؟ الو، ايوه انا عندك. انت في انا محل من دول بقى؟ اصل صاحب الشغل جه فجاه واقف بره وكان طالب مني حاجات وانا ما عملتهاش، عايز يشوفني. طب انا مالي يا بلبل؟ تاخدني معاك في النطه دي؟ طب اعمل ايه يعني؟ انت كنت واقفه في الطريق، هعود وانا في الهواء وانا بنط. طب خلاص انا هطلع اقول له انا مش هنا. لا 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 لا، انا ما بحبش الكذب، وبعدين ما انا هنا اهو، ازاي تقولي ان انا مش هنا؟ الله. طب وبعدين ما ينفعش هالي تطلعي انت، ده راجل بصباص ممكن يبصبص لك، وشويه شويه هتلاقيه بيدرجر معاكي في الكلام، فمش هتحرجي، هتحكلك هتقولي ده حكايه عشان تجامليه، ومش بعيد تلاقيه راح حاطط ايده على كتفك، فطبعا انت هتكسفي تقولي له شيل ايدك، انت بتستهبلي احترمي نفسك. الله، انا هطلع اضرب ام الجزمه ده. نعم، مش وقت وقت احنا تحت الباب. سيبني راجع حط ايده على ايدك. تمام، مفيش من هنا، انت فاهمه؟ هبعت لك تراني دلوقتي حالا ترام جامك عشان هي ما نامتش طول الليل. اوعي تمشي. ياسمين هاي، مالك موطي صوتك كده ليه؟ عشان الصناعيه بيحبوا يشتغلوا في هدوء، الصناعيه بيحبوا يشتغلوا في هدوء خالص. يلا يلا نمشي مكان الدوشه ده، صح؟ يلا يلا يلا. ايه؟ جزمتي جايه دي. دي ايه وانت جايه الفرار؟ دي ايه؟ ده جبس، ده جبس. استنى بقى يا بولبول، ما اقدرش امشي كده عيب. يلا ياسمين، مش وقته. اهو اهو ياسمين، اهو اهو. ايه اللي انت عملته ده يا بولبول؟ مش جازمه، لازم تتوسع. اهو انا حاسها لك، اهو 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 اهو. خلاص يلا 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 يلا. ايه 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 ايه؟
عرفتي ليه؟ ما انا كنت هاجي لك على الحفله. انا قلت اعمل لك بقى مفاجاه في الحماده واجي لك قبل ما اروح الحفله عشان تشوفني. لا بعد كده اي مفاجاه ابقي قولي لي عليها الاول. امال طب مفاجاه ازاي يا بلبل؟ انا هبقى اتفاجئ واقول ايه ياسمين جت واعمل كده عادي. يلا بسرعه يلا. يا نهار ابيض إيه؟ نسيت مفاتيح عربيتي فوق عاجبك كده؟ انت بتستهبلي؟ ايه تعالي 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 اقعدي عندي في العربيه لحد ما اطلع اجيب لك مفاتيحك من فوق. فين ام مفتاح انا؟ اهو. يلا 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 بسرعه. مالك متلوح كده ليه؟ بالراحه. عشان الحفله عشان الحفله. ايوه صح. نورتي العربيه. حطي الحاجه بتاعتك دي جنب في اي حته. ماشي خدي ادي مفتاح عربيتك عشان التكييف او الحر. ماشي يلا بسرعه طول على طول. فالمهم ايه؟ ياسمين يعني استنتجت استنتاج اي حد حمار ممكن يستنتجه. ليه بقى في الطرش ده؟ بقول لك ياسمين استنتجت استنتاج اي حد حمار ممكن يستنتجه. بس يا بابا حلو جدا. اكيد بقى افتكرت انك ما فسختش خطوبتك من هنا زي ما قلت لها صح؟ مش كده وبس يا مولي مش كده وبس. دي كمان افتكرت عشان انا عايز ارجع لها تاني. ها رحت عامل الحركه بتاعت قال يعني انا فقد الذاكره وكده. حقها؟ انا قلت حاجه ما انا بحكي لك زي الحماده اهو. كمل حماده. كل اللي فات حماده وكل اللي جاي حماده تانية خالص. هاي ياسمين. هاي بيب. هاي حبيبي انا وصلت. انت فين؟ انا قاعده جوه وانت مش شايفني ولا شايف اي حاجه. الازاز غامق قوي اصلا. طب ادخل لي يا حماده. سلام يا ياسمين. سلام انا داخل اهو. كلم احنا بقى صح كنا كان في الموبايل صح؟ اه مش عارف ليه الشبكه وقعت اول مره هتقعد بقى على السودة دي. امال ايه؟ انت اخبارك ايه حلوه كويسه؟ اه الحمد لله الحمد لله. معقوله عمال اشاور لك من ورا الازاز ايه ما شفتنيش؟ انا لا لا انا شفتك شفتك مش هنا الازاز ده شفتك شفتك تاني من عند الباب. مش هيك المفروض تقابل النهارده صح؟ اه عادي صح؟ اه في ايه؟ وانا جيت. انت جيت؟ اه امال مالك مستغربه ليه كده؟ لا وانت جيتي برضه صح؟ امال ايه؟ مش دايخ جايز شويه نطلب حاجه ناكل جايزه فوق. وايه المناديل دي كلها؟ ايه ده؟ انت كنت عرقانه جامد ولا ايه؟ انا هتاكلي ايه؟ تشربي ايه؟ مالك؟ ما تيجي نمشي؟ ما تيجي نمشي. هكلمك بابا. عم سفيق روح انت بقى انا هتغدى بره. ماشي يا فندم. حبيب مامي القمر. هو الراجل البامبا اللي كنت واقفه معاه ده مين؟ ده السواق بتاعي. ما انت عارفه السواق بتاعك من زمان يعني؟ ايوه طبعا من زمان جدا من وانا قاعد كده. لا يا شيخ. ايوه طبعا. اسمه ايه؟ عم شفيق. ده بجد السواق بتاعك؟ ايوه. ايه اللي انت بتعمله ده؟ في ايه؟ مالك؟ لا اصلي حاسس انه بتاع حد تاني يعني. ليه؟ وفي حد تاني ولا ايه؟ مالك؟ مفيش. حاسس انه طب بقول لك ايه؟ انا لبست الجزمه هو مخصوص عشان تعلمني السواقه. سواقه ايه؟ انت مش بتعرفي تسوقي؟ لا طبعا ما بعرفش اسوق. امال معايا سواق ليه؟ طب لزومه ايه تتعلمي؟ ما هو عم شفيق ده بيوديكي ويجيبك. وانت قلت لي لازم اعتمد على نفسي واتعلم السواقه عشان مش كل شويه حد يقول لي انا لازم اعمل لك كل حاجه. طب معاك يعني ما
ما تتعلمي على عربيتك الاول اسهل علشان هي اوتوماتيك وبعد كده. لا ما ينفعش، عشان انت برضه قلت لي ان انا لازم اتعلم السواقه على اصولها على عربيه مانيوال وانا عربيتي اوتوماتيك. يا بول فداك ألف عربية، وبعدين كويس إنها جت في الصاج. يا ريتها جت فيا ولا جت في الصاج، يا ريتها جت فيا أنا ولا جت في الصاج. بعد الشر عليك يا حبيبي. خلينا بقى نتكلم في المهم، أنت هتيجي تخطبني من بابي إمتى؟ نعم أروح أمك؟ أخطبك إيه ما أنا خطبك؟ وبابي؟ بابي مين؟ أنت مش أبوكي ميت؟ بعد الشر عليك يا بول، دي مامي هي اللي ميتة. مامي هي اللي ميتها؟ انت متاكده انها ميتها؟ هزيتيها كويس لحسن تكون نايمه ولا حاجه؟ انا فاكر اخر حاجه كانت نايمه. نايمه ولا ميته؟ لا ميته. لحسن تكون يا بلبل الخطه اثرت على دماغك، ولا انت بقى بتتهرب ومش عايز تيجي تخطبني؟ يا ستي لا يا ستي لا يا ستي لا. طيب انت يا قلتي لابوكي اللي هو لسه عايش ده ان انا فاقد الذاكره؟ ايوه طبعا قلت له، وانا اخبي عليه حاجه زي دي يا بلبلي؟ بلبلك؟ لا انا مش بلبل حد. ياسمين اتأخرت كده ليه؟ انا اصلا خلصت جري. مش مشكله انا اديكي من معايا، ده انا معايا كتير جدا. يا سلام، ومالك بقى تعبان كده ليه؟ انا باجي من بيتنا تعبان اصلا. بقول لك ايه، ماما عايزه تقابلك. طبعا يا سلام، اوكي ايه المشكله؟ ماما مين؟ انت مش امك ميته؟ فلا الله ولا فعلك يا اخي بعد الشر ده. بابا واضح ان موضوع الذاكره ده بدا يتطور وحالتك بقت خطر قوي يا بلبل، صعبان عليا قوي. طب بقول لك ايه، انت قلتي لمامتك الله يرحمها عن الموضوع اللي بينا، يعني قلت لها ان انا عايز اخطبك؟ لا حول ولا قوه الا بالله يا بلبل. يا حبيبي احنا مخطوبين اصلا. يا عيني. امتى مخطوبين؟ ايه استني بس، تفتي وتقول كلمتين وتمشي. خطبنا امتى؟ انت كل شويه هتقف، مش كفايه بتنسى؟ ايوه مخطوبين. يلا مخطوبين. طب المرحومه ما قالتليش عايزاني في ايه؟ لا منها انت ان شاء الله هتبقى تقولك هي عايزاك في ايه. في ظروف واحد زي حالاتي كان فاقد الذاكره قبل كده، كان الطبيعي والاقرب ان انا اشك في ذاكرتي وما اشكش فيهم، وهو ده اللي حصل. ويا ريتني ما سمعت كلامي. ايه مالك عملت بحلق فيا كده ليه؟ طب هي مامتك اللي هي تخينه كده وسمينه كده شويه من تحت، ها على شكل هرمي كده شويه، هي صح. اه ايه يا بنتي، قومي هاتي الشاي من على النار. حاضر يا ماما. حبيبتي طولتي ما شاء الله، طولتي وهدومك اسرت عليكي. اهلا يا بول. اهلا يا طنط. طب مامي هو السكر فين؟ يا سكر، ايه السكر اللي انا فيه ده؟ نبيل برضه مش كده؟ ايوه نبيل برضه مش كده؟ ايوه ايوه كده، علي صوتك شويه. هو ده بقى بلبل يا بابي اللي حكيت لك عنه. اهلا بلبل. اهلا اهلا، نور يا بلبل. يا بنت بتجيب لنا حاجه نشربها. السكر هتلاقيه عارفه في الدور. رايح فين يا ابني؟ لا السكر فين؟ السكر
دم خفيف سكر. على فكرة أنا سألت عنك وعرفت إنك شاب ممتاز ومثقف وواعي كمان. شكرين أوي يا عم، ربنا يخليك. وعشان كده بقى الحقيقة أنا يعني كنت جاي عشان اللهم صل على النبي أتقدم، و لأن أنا بصراحة يعني معجب معجب بيها باللي شايلة الصينية دي. المهم دكيكة الأسرة اللي كانت هنا راحت فين؟ هي دي بنت حضرتك صح؟ أم صيدة من البحر؟ مش هقول لنفسي يعني صح يعني صيدة من البحر. لا أهي مدككة أهي والله أهي. طب قوم بس قوم بص هوريها لك أهي. أقعد يا بلبل. الو يا هلا موبايلي؟ لا انا قافل ما بعملش حاجه هلا، كنت بعوم في الصاله شويه. الشقه بتاعتي غرقت يا هلا، معرفش في ماسوره ضربت ولا نسيت حنفيه مفتوحه ولا ايه. سيبيني يا هلا، سيبيني في اللي قافل. ياسمين ياسمين اهو ده انت اللي معطلنا. بليز اتفضل، مفيش وقت. هو لا يا عم اسمعني، اتفضل يا عم، ما تجيبليش كلام. لو سمحت لو سمحت اتفضل. اوه طيب راح مش عايز انط. لو بتحبني تنط هيفرق معاكي. خسرت كل حاجة. عارفة أنا أصلاً ما حبيتش هالة ولا حتى حبيت ياسمين،
انا ما حبيتش حد فيهم خالص. انا غلطان من الاول، انا كنت عايز سوبر وومن، بس انا اصلا مانيش سوبرمان. انا مش سوبرمان، انا حماده. سوري، ده مش بتاعي، ده بتاع سوبرمان، كان جاي بايت عندي مره ونسي ياخده، فقلت يعني اغسله وارجعه. طب استنى نرجع لك تاني. طيب اوكي. تبليستو ما كانتش شافته. فار؟ امل، في فار جاي يلعب كره في اوضتي. الفار، هو يا امل الفار، مسكتوه ها؟ ابن الكلب، مسكتوه فين ده؟ لقيتوه فين؟ ايه؟ ما تخافش خلاص يا بلبل. انا بخاف والنبي يا عم بعدي عني. خلاص بقى يا بلبل، ما انا مسكته اهو، ممكن تقعد. طب خلاص بقى بلبل. نعم. انت طول الفتره اللي فاتت دي كنت بتتكلم وانا بسمعك. ممكن تسمعني بس 5 دقايق؟ ماشي، بس ما تطوليش عشان بجد انا ما. حاضر. انت عارف مين اللي جابك هنا المستشفى؟ العزاف اكيد. لا. المطافي؟ لا. الفار؟ مين يا امل؟ خلاصي. هلا وياسمين هم اللي جابوك المستشفى. هلا تبقى صاحبتي الانتي. هلا حكيت لي على كل اللي عملته فيها وفي ياسمين، وكرهتك معاهم، عشان كده كنت بحاول اذيك واضايقك، وطبعا ده بعد ما كانوا اتفقوا عليك. يعني الفار ده قريبك؟ مضرب الدبان اللي كنت بتنزلي بيه على قفاه؟ ده انت طلعتي عيني وزلتيني علشان تلفي لي سيجاره، كنت قصدك؟ بس والله لما سمعت الحكايه منك تعاطفت معاك، عشان هما ما حكوليش هما عملوا فيك ايه، وده انا عرفته منك وصدقتك، خصوصا اني اتحطيت في نفس موقفك ده. اصل انا متقدم لي 2 مش عارفه مين مواصفاته انسبها، مش عارفه اتجوز مين فيهم. بص يا امل، انت ست طيبه، وانا يعني هنصحك نصيحه عشان ما تتحطيش في نفس اللي انا اتحطيت فيه. ماشي، انا هسالك سؤال. تفتكري يا امل النخله اطول ولا القطر اسرع؟ دي حاجه ودي حاجه، ما ينفعش تقارن ما بينهم. يبقى تتجوزي اللي بتحبيه يا امل. وبالنسبه بقى السؤال اللي سالته ده، ليه اجابه ثالثه خالص، البحر اوسع. بس لغاية ما صباعك ده يخف. صباعي ده؟ خدي. اعمل بيه ايه؟ البسيه، بقى لي شهر لابسه، زهقت منه. مش عارفه ليه ببقى مبسوطه وانا معاك. طب وبالنسبه لهاله صاحبتك الانتيم، ايه الاخبار؟ لا ما هي خلاص خسرتنا. لا واطيه ما عندهاش حق، تصدقي. مش كده والنبي. هو ده. طب بقول لك ايه؟ انت بتحب الرقص؟ رقص؟ رقص في الكاميرات يعني؟ ايه ده؟ لا طبعا. امال ايه؟ رقص التانجو. تانجو؟ انت بتحبي التانجو؟ جدا. عم ايوب، كويس ان انا لقيتك لسه عايش. ازيك عم ايوب؟ ازيك انت؟ انا تمام الحمد لله. بقول لك ايه، انا جالك في حاجه مهمه، عايز كتاب عن البانجو. البانجو؟ اه. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم. حسيت بالذنب الرهيب ناحيه امل، بس اعمل ايه؟